مستمعي الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جريدة أف أم على التردد الذبذبي 99.9 أو على رابط الإنترنت جريدة أف أم .com/player أو في برنامج لقاء الذكريات. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. كالعادة نستضيف لكم كل يوم خميس شخصية رياضية تميزت في ميدانها فنيا وأخلاقيا وتركت أطيب الانطباعات، لنعود معها لمسيرة حياة، مسيرة مليئة بالأحداث والذكريات. ضيفة حلقة اليوم هي قطعا أحد أبرز الأسماء في تاريخ الرياضة التونسية. أعلت راية تونس في عديد المحافل الدولية، محطمة عديد الأرقام القياسية ومتحصلة على عديد الألقاب والميداليات. أظهرت منذ الصغر رغبة كبيرة في التميز وقدرة على العطاء وحب التحدي. انتمت للمنتخبات الوطنية منذ سن 13 لتنطلق في مسيرة استثنائية ولتتحصل خلالها مرة على جائزة أحسن رياضي تونسي ومرة كذلك على وسام الجمهورية التونسية. بعد الاعتزال لم تبتعد على حبها وغرامها رياضة السباحة لتتولى عديد المسؤوليات وطنيا ودوليا. ضيفتنا اليوم تميزت كذلك على المستوى الدراسي لتثبت أنها من نساء تونس المرموقات التي أظهرن قدرتهن على إعطاء صورة ناصعة على المرأة التونسية. ضيفتنا ضيفة حلقة اليوم من برنامج لقاء الذكريات موجودة معنا على الطرف الآخر الهاتف من مدينة تونس العاصمة. نرحب بها. إذن ضيفتنا اليوم هي باش يقدموها قدموها أولا وقبل كل شيء كما قدمتها معناتها من المستوى الرياضي، لكن كيف ما نسوش اللي هي زادة كيف تميزت كما قلت معناتها المسؤولية في المستوى الدراسي. إذا فلنرحب مستمعي الكرام أو في برنامج لقاء الذكريات بالسباحة السابقة للنادي الإفريقي والمنتخب الوطني الدكتورة والأستاذة الجامعية السيدة فاتن غطاس. مدام فاتن، مرحبا بك. مرحبا بك سي سعيد، ومرحبا بالمستمعين الكرام نتاعك، ويعطيك الصحة والشكر ألف شكر على المقدمة الحلوة هذه اللي بصراحة نعتز بها، ويعطيك الصحة. تستاهل كل خير يا مدام، احنا متشرفين جدا بوجودك معنا وفرحانين برشا انك قبلت تنزل ضيف على برنامج لقاء الذكريات نعاود على امواج اذاعه جريده اف ام منتوزر. برنامج لقاء الذكريات الاذاعه بصفه عامه مشرفه جدا بوجود بطله كيف السيده فاتن غطاس تنزل ضيفه على برنامج لقاء الذكريات. مدام فاتن، احنا باش نبقوا بعضنا اقل حاجه ساعه ونص هكذا، كان مش اكثر، ما بين ساعه ونص وساعتين، باش نرجعوا فيها كما حكيت في المقدمة لمسيرتك الرياضية المتميزة والوردية، باش نحكوا على عديد الأحداث والذكريات، باش نرجعوا لمسيرتك منذ الصغر، منذ 4 سنوات وانطلاقتك مع عالم السباحة اللي نوصلوا للوقت الحالي ونشاطك الحالي. بطبيعة الحال معناتها المعلومات وكل شيء اللي باش نحكوا فيه انطلاقا من الليشانج بيني أنا وياك، بطبيعة الحال باش تعطينا أنت المعلومات الأغلبية بتاع المعلومات باش تعطيها لنا أنت بطبيعة الحال، لكن في نفس الوقت شاركوا معنا شخصيات رياضية كان عندها وجود ما خلال مسيرتك الرياضية، باش سمعوا العديد الشهادات سواء معناتها من ناحية المعلومات أو الشهادات معناتها شهادة بخص ضيفتنا الكريمة اللي هي نذكر سيدة فاتن غطاس من ناحية الرياضية ومن ناحية الإنسانية. إذا الحلقة نتاع اليوم كالعادة باش تكون فيها 3 أجزاء، الجزء الأول باش نخصوه للنشأة للطفولة البداية مع الرياضة هذه رياضة السباحة تميزت فيها ضيفتنا الكريمة مدام فاتن غطاس، مرورا بطبيعة الحال للأكابر الجزء الأول باش نخصوه بطبيعة الحال للمستوى الوطني، ثم الجزء الثاني باش نخرجوا للمستوى الإقليمي، المستوى الإفريقي، المستوى العربي، المستوى الدولي، ونختموا في الجزء الثالث والأخير بعدة أسئلة قصيرة على علاقة بمسيرتك بطبيعة الحال تتطلب قدر الإمكان أجوبة قصيرة. في فورمة مدام؟ والله شي فورما ان شاء الله نذكر حاجات نتعاونوا بعضنا. هي برشا هي بكل صراحه باش نقول لك ان نحضر الحلقه نتاع اليوم بصراحه من المرات القليله نلقى مشكله في تلمو معناتها المعلومات كثيره معناتها برشا حاجات بصراحه هامه تخص مسيرتك ان شاء الله ما نسهوش معناتها على بعض احداث وبعض ذكريات هامه. احنا نحاولوا قدر الامكان انت مسيرتك وانا مسيرتك كيف الشخصيات الرياضيه باش تدخل معانا زاد كيف نحاولوا نكونوا ملمين بمسيرتك المتميزة بصراحة. ننطلق إذن على بركة الله مدام فاتن، إذن البداية بنجم تكون كان بالمسبح معناتها السكنة الحي متاعك علاقتك كيف جيت للرياضة هذه؟
والله هو لو ما فيهش سر يعني الظروف حبت باش في الحقيقة أنا معناتها كبرت وتولدت في عائلة رياضية والولد معناتها كان معناتها بفضله ولا يزال معناها رياضي وأستاذ في التربية البدنية وكلاعب تميز وعمل حكم كيف كيف عمل معناها مشوار رياضي كبير. انت مدام تحكين على الوالد ربي يفضله لك ان شاء الله سي كمال غطاس. اي سي كمال غطاس تفضلي. دونك هو سيتي معناتها انا اتليت ديجا سيتي ان انسيان سبورتيف سيتي ان انسيان جوج معناها حكم في البطوله في كره اليد. دونك عمل مشوار رياضي وكان مسؤول زيدا معناتها في المنتخبات في تسيير النادي الافريقي خذي برشا من الناس منهم الكاتب عام في النادي الافريقي. دونك معناها كانت عنده مسيره معناها مشوار رياضي مهم وقطع النظر اللي هو معناها استاذ رياضه وقطع النظر اللي هو صحفي رياضي زاده في نفس الوقت ويكتب في جريده لابريس معناتها. دونك معناتها ديجا الوالد رياضي الوالده زادا كيف معناتها كانت لعبت كرة يد بون مشوار مش طويل يعني على الاقل كانت معناتها رياضيه كيف رياضيه اي. دونك الوالد زادا خذا معناتها مهام في وقت ما بالحي الاولمبي الرياضي نتاع المنزة. دونك كان المدير نتاع المنشأة الرياضية كان يتمتع بمنزل كيما نقولوا احنا وظيفي في المسبح بطبيعة الحال معناتها نحل باب الدار نلقى الكاشة مسابح قدامي. دونك كهو لوحوني في الماء عمري 4 سنين ومن وقتها معناتها بدا المشوار الرياضي نتاعي. باهي برشا. انت ركزت مدام على لابور كما تواجد نتاع الوالد سي كمال غطاس نحيوه بالمناسبه ونشكروه طبعا على كل اللي قام به في عالم الرياضه سواء على مستوى المسؤوليات اللي تولاها وعلى المستوى الصحافه زاد كيف اسم كبير بصراحه ما نجموش ما نحكوش عليه وما نبدوش به. مدام انت يعطيك الصحه بديت به وانا ديجا معناتها كنت باش نسالك على سي كمال والتواجد بطبيعة الحال وتأثيرها في مسيرتك خاصة في البداية. أنا حضرت لك مفاجأة صغيرة مدام من أول الحلقة ما نقول لك حد شيء خلنا نسمع التسجيل وبعد نحكو. أي حاضرة؟ حاضرك. أي نسمع التسجيل. أي ترى لي فاتن عمرها يمكن 10-12 سنة تعمل ما بين 15-20 كيلومتر في النهار تسكر البيسين ساعات على خاطر مشكلة. إيش نعملوا؟ نهزها ونمشي الرواد في الشتاء الشتي في شهر ديسمبر وتعوم باش ما تضيعش النسق بتاعها. اليوم إيش نلقاو؟ نلقاو بيسين ممكن عندها أمور فنية تسكر. إيش نعملوا؟ نعملوا مظاهرة ولا نفركسوا المشاكل وقت اللي هما يلزمنا نلقاو الحلول. يعني الرياضي خاصة في الألعاب الفردية هو تواصل في العمل بتاعه. فاتن بطبيعة الحال وجدتني هنا إلى جانبها ولكن ما لازمناش ننساو المرحومين عليهم عزوز ناصر فريد مختار شريف بلامين اللي كانوا رؤساء جمعيات اللي أمنوا بها وأمنوا بوجود فرع سباحة في النادي الإفريقي مع العلم أن الفرع بعث أول مدرسة سباحة في عام 1968 وقتها يسيروا كفني عم فرج بن مسعود الله يرحمه. فاتن كانت عمرها 4 سنين ونفكر في عزوز يجي يطل على البيسين يبدأ ماشي على جنب البيسين وش يقول لي توهالي باش تربح مريم ميزوني. بطبيعة الحال فاتن ما عملتش مع مريم ميزوني وقت اللي في التنبك متاعها ولكن فاتن بعد حطمت كل أرقام تاع مريم. هاي مدام فاتن هاي بعديك شنو رأيك؟ هاي والله شو نقول لك شوف أقل ما نجمو قدمه لك يا مدام راه
خاصة نعرف العلاقة المتينة جدا بينك أنت وبين الوالد ربي يفضله لك، وسيرتو من التأثير والتواجد متاعه خلال مسيرتك، خاصة في البداية متاعك. صحيح الوالد معناتها سيتان كاتاليزور، معناها اللي توجور دايوغ معناتها تبعني من اللي انا صغيره للتوا، معناها ما نجمش نقول اللي انا كبرت ولا ديما مع بابا، معناتها ديما صغيره وديما نسمع كلامه وديما نمشي بالاراء نتاعو، خاطر عنده برشا خبره وعنده برشا افكار وملم بكل شيء، ملم بالرياضه، ملم بالجغرافيا، ملم بالتاريخ، ملم معناها انا نحب نكتب كتاب على بابا، معناتها الحقيقه تلمو معناتها نلقاه في اي حكايه، نلقاه واقف معايا في قرايتي ولا كي كنت نعوم ولا كي كنت بعد في حياتي العمليه، ولا معناتها الحقيقه ربي بارك لي واعطاني والد ملم، وكان معناها شو يقولوها ما انكادري من الاول للاخر والحمد لله. شوف مدام ربي يفضله لك يا سيدي وربي يطول في عمره في صحه جيده، انا قبل نعرف سي كمال ونتابع فيه حتى على مستوى الصحافه، معناتها نقرا له وقريت لبارش وبرشا، معناتها كنت متابع عن قرب معناتها كل الكتابات نتاعه في جريده لابريس سورتو، وزدت حكيت معاه انا من تحضير للحلقه هذه، وقفت كيف على انسان بصراحه معناتها متمكن، انسان كومبيتون فوالا، معناتها يعرف ايش يحكي فريمون، معناتها خبره تتكلم وتجربه تتكلم. ربي يفضله لك وربي يمتع بالصحة يا ربي، وإن شاء الله ديما في صحة جيدة يا رب. باهي مدام وانا نحكو على الأب، هكا في الفيسبوك عرضتني كقصيدة هكاية صغيرة تحكي على الأب، والله قلت خلي هي معناتها كان قصيدة تكريمية، معناتها كانت تكرم الأب سادس معناتها الأب بصفة عامة، قلت خلي بالمناسبة هذه خلينا نقرأها لك، كان هي بأون فرنسي نقرأها لك بالفرنسي. يا شيخ نسمعي. باهي يا سيدي. Il m'a aimé dès ma venue au monde. Il m'a montré le chemin pour grandir. De mes fautes, il m'a appris à en tirer des leçons. Il a su guérir mes chagrins. Il m'a tendu sa main quand je me perdais dans le doute et la solitude. Aujourd'hui, je reçois toujours autant d'amour de lui. Il est le pilier de ma vie, sans qui rien ne serait possible. Lui ressembler, c'est le plus beau compliment. L'aimer, c'est ma chance, mon père, ce héros. نهاية القصيدة يا مدام. عملت اليوم تحب تبكي لي الهرب. شنو هذا وين؟ هكا ترى حايبة. أنا ماشي في شوب دي لي وأنا عملت لها. صغير. طيب. ربي يفضله إن شاء الله وربي يخليه، تحية من القلب معناتها سي كمال غطاس. إن شاء الله رويس يسمع فينا. قد ما نحكوا عليه وشوية بصراحة. صحيح معناها ما نجمش تتصور معناها قد ما نجم نحكي على الوالد ديما ما عنديش كلام وما نلقاش كلام وما نلقاش كلمه تجي قد اللي انا معناها نحسه مع الوالد ولا الحاجه اللي عملها لي ولا الوقفه اللي وقفها لي ولا في اي حكايه يكون حتى في تغنيزي في نمبورت معناها ما تنجمش تتصور. الحمد لله معناها يقول لك فما برشا حاجات ارزاق، الرزق الكبير اللي عندي هو الوالد حقيقه. ربي يفضله وربي يحفظه ان شاء الله وربي يعزه وربي يطول في عمره وان شاء الله ديما هكا تلقاه بحذاك وديما ديما ديما واقف معك. هاي نرجعوا مدام الانطلاقه سيدي، نرجو لأربع سنين. استيق كسابة ساريتي إيسي مازال عنا شوي مفاجآت راه مدام، حضر لي روحك برك. طيبين سي لو جور دي زيموسيون داكور. هاي ننطلقوا نرجعوا لاربع سنين. هو سي كمال ديجا معناتها بدا يحكي كلمة معناتها على العمر هذا الانطلاقة نتاعك مع عالم السباحة. صحيح. اي اربع سنين كانت الانطلاقه نتاعك معناتها السباحه قرب معناتها السكنه للبيسين. الانطلاقه نتاعك هذيك نعرف ما صغيره بالكل، لكن اكيد تفكر منها حاجات الطفوله نتاعك وعلاقتك بالمسبح وعلاقتك خاصه سي كمال معناتها الحاجه هامه برشا، الرغبه في التعلم، الرغبه في العطاء، الرغبه في التميز. من اللي عمرك 12 سنه كنت معناتها مغرومه الى درجه قال سي كمال انك كنت تعمل معناتها بال ما عرفتش دي كيلومتر معناتها باش تدرب كيلومتر بوكو دو كيلومتر سواء في البيسين ولا يهزني البحر هو بحر سيدي بوسعيد هو رواد هو
اي بلاصه وين نجم نعوم، حتى ساعات بسين تتسكر بوغ انتروتيان ولا حاجه، دونك بالكهرباء نهز شويه عسل شويه حاجات هكا كي يبدا الطقس بارد ونقعد نعوم. صحيح ما توقفتش. المهم معناتها ديما حاضره وتلقى الامكانيه والظروف باش تحافظ على النسق نتاعك نتاع التمارين، باش ما نضيعش، على خاطر ماك تعرف في السبور دو نيفو كي تحب توصل معناتها في ساعه تخسر في ساعه تربح وفي ساعه تخسر. بالضبط. دونك انا اون بليس كنت مغرومه باللي لونغ ديستانس المسافات الطويله، دونك يلزمني كيما يقولوها نبلع لو ماكسيموم دو كيلومتر، دونك يلزمني نعمل 20 25 كيلومتر بار فوتينغ في الحومه، نطلع المطار فوتينغ نهبط، معناها يلزمني نتحرك وحدي، ما يلزمنيش نعمل كاين على اللي باش نلقاه موجود، يلزمني نجتهد وحدي. والحقيقه حتى الوالد وقتها كان يبني ليتاج الفوقاني، عمل لي بيت، عمل لي فيها شاريو ولاستيكيت ومسكيلاسيون وبالسيمين، عمل لي كل العباره دونك ليزالتيغ بالسيمين. هو اكيد معناتها سي كمال معناتها شاف اللي عندها، كانت عندها العين كما يقولوا، معناتها يعرف اللي انت عندها امكانيات وتنجم توصل وتنجم تحقق اللي حققته خلال مسيرتك. خليني نخدم شويه في الزمن مدام، معناتها انت تو انتميت الاول فريقك الاول والاخير هو النادي الافريقي هكا ولا؟ صحيح. باش نحكوا برشا على النادي الافريقي اليوم وعلاقتك به بطبيعه الحال تو يجي وقته، لكن تذكرش اول اجازه معناتها فانا صنف، واحكي لنا شوي كيف معناتها على المدربين اللي اشرفوا على تدريبك خلال الفتره هذيك قبل ما توصل باش نحكوا على الاكابر مثلا. دائما الفتره هذيك نتاع الكاتيجوري معناتها الصغار. وقت عملها الوالد الليسانس نتاعي عملها لي بيان سور، عمري 4 سنين معناها طول مشي عمل لي ليسانس في الكلوب هذيك من غير تخمام ومن غير حتى شيء، معناها طول سويت حليت عينيا على النادي الافريقي ما نخبيش عليك، وكملت المسيره نتاعي الرياضيه يعني في النادي الافريقي. دونك بون اكيد بحكم اللي انا نقرا في البريمير في المنزل الخامس، دونك كانت فما سيستيم نتاع عم فرج يجيبونا يجيو يهزونا للمكتب يعومونا، وكم انا اون بليس نسكن في البيسين، دونك نعمل تسويع زايد وحدي ومعناتها نترينا من بعد جاو بطبيعه الحال سي سعيد الونزرفي اللي هو معناتها فضل كبير اللي هو احتضني كاخت كصديقه مقربه كمدرسه بالمعهد كمسيره رياضيه كحتى استاذه من بعد فكمدربة، فكان هو ديما ورايا معناها هو المدرب متاعي وهو اللي لهيلي بكل شيء، كبرت معاه وفي غيام الجور قعدت ندرب. بون بعد جات ظروف اللي هو في الدكتوراه متاعه مشى فترة معينة وقتها سافر لبولونيا جو حاجة هكا، قعدت أنا نترينا هاو مع سي سمير الشريف نتذكر ترينيت مع وقتها جابوا لنا ديزالمون من برا ديزالمون دوليس إذا ترينيت عندهم فترة معينة، فديما معناها المرجع هو سعيد بن زرفي من الأول. واضح 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 مدام. باهي نمشوا للتسجيل الموالي بعد سمعنا التسجيل نتاع السيد الوالد ربي يفضله معناتها السي كمال غطاس، نمشوا للتسجيل الموالي هو المفاجأة الثانية سي مدام فاتن. حاضري حاضر اللي يروح كاي نسمعوا بعضنا. انا حكيت في مشوار بعدين. لا مانيش باش نسيب مانيش باش نفك عليك بالمفاجآت اليوم. لا روحك هذه. المفاجأة الثانية. فات شخصية من شخصيات الرياضة التونسية، حقيقة خذيت أثار كبير برشا، عرفت أنا من عمرها 13 سنة للوقت الحاضر حقيقة معناتها تمرنت في النادي الإفريقي معايا، تمرنت فريق قومي، قرأت عندي كتلميذة كأستاذة، عملت تروزيام سيك في فرنسا وتوا تقري في الانستيتيو ناسيونال دي سبور. كي نقول لك معناتها سي ان غران بيرسوناج وفوق ممكن البطل اللي احنا نعرفوه، خاطر البطل كي يمشي ساعات يخلي تاريخ كبير، ما فما بطل اللي يقعد ديما فيما تتفكروا تشوف معناتها الشيء اللي عملوا. فادن من اكبر ناس اللي عرفتهم مع سمير بوشتاغم باش نكون زاد صريح، ضحاوا الجمعيه نتاعهم. فادن غطاس اللي عطاته النادي الافريقي نجم نقول لك ساعات ما خلطتش تعمل الاوقات اللي هما فيها امكانياتها، لان كانت فاتن وحدها تعمل كل شيء. هي تعطيها معناتها النادي ديما كانت الاولويه للنادي، في الفريق القومي نفس الشيء.
الوقت نتاع فتن الابطال نتاع افريقيا وقت مازالوا ما دخلوش جماعه افريقيا الجنوبيه زيمبابوي، ولهذا كانت هي عندها امكانيات معناتها تعوم العومات الكل. وكنا وقت متعرف الرياضه كانت مسيسه برشا معناتها ونطي بوليتيك قويه برشا معناتها كانت الانسان يستعد فك الميداليات دونك الوقت الكل انسان شاوم لك الصباح والعشيه الكميه نتاع الميداليات كبيره برشا خلات ممكن اوقات في مستوى عالمي تحات بهم ما خلطت لهمش لان كانت الديسبونيبيليتي هذيك توت لي كومبيتيسيون هذيك هي فات وقاعد الوقت الحاضر فات معناتها اي انسان يستحق لها اي ميدان وقت اللي تنجم تعمل تنجم تقف تلقاها ديما حاضر حتى ساعات معناتها ضد مصلحتها معناتها عندها لسانس نتاعك الديفومون هذيك اللي تمشي وضحي وتعمل حوايج اللي ما ريتهمش برشا عند الناس اللي خلطتهم للوقت الحاضر. فهمت انا نصور شخصيه تويتر معناتها فوق الرياضه عندها شخصيه معناتها غنيه برشا من كل ناحيه منين تدورها الانسانيه نتاعها الرجوليه نتاعها وتو يا مرأة سيدة تنسي قولوا الرجولية كي جيت مش نعبر كلمة هكا نجم معناتها تكون تمشي مع فتن هي الرجولية عندها الرجولية حقيقة هذيك اللي وصلت بها وهذيك اللي قاعدة للوقت حاضر في الحياة عايشة بها. أنا نقول ربي رزقنا في أبطال كبار وشخصيات كبار وإن شاء الله معناتها تكون هي تواصل وعندها امكانيات مش تواصل في الميدان نتاعها وخاصه في الفورماسيون دو كادر اللي هي بلاصتها في الانستيتيو بلاصتها حقيقه اللي لا ويفو. هاي مدام والله ايش نقول لك هي معناها علاقتي كبيره برشا في سعيد بن زرشي كما قلت لك معناتها كان المدرب نتاعي وكان صديقي وكان المدرس نتاعي معناتها تبعني ملي انا صغيره وحتى لين وصلت للجامعه وحتى بعد كي خرجت نعمل الدكتوراه نتاعي في فرنسا كان ديما يسال عليا كي روحت كيف قعدنا ديما اون كونتاكت وقتي انا في الكلوب كيف وقتي انا كنت ديريكتور تكنيك مدير فني ولا كنت مدربه كيف كانت نمشي بالنصايح نتاعو حتى كي كنت نترينر طول وانا نتعب فيه بالاسئله باش نحب نفهم علي نعمل هكا وعلي ما نعملش هكا دونك كنت نتعبه برشا زيادة يفولوديخ وكان عنده واسع بال كبير ياسر معايا خاطر ساعات نجيه تعبة من الليسي ساعات نجيه من الفاك تعبة معناها كان بالحق معناها بمثابة شخص عظيم برشا معايا في حياتي عاوني في كل شيء وقف معايا ونصحني وربي فضله وإن شاء الله ربي يشربله في صحته وقعدت علاقة كبيرة برشا نتاع ثقة واحترام فكان فما انسجام كبير الحقيقة معاه. مش بالصدفة مدام فاتن أنا عديت التسجيل نتاع سي سعيد مباشرة بعد الوالد ربي يفضله إيه خاطر صحيح خاطر بالحق معناها كانوا زوز هذوك الأشخاص المهمين في حياتي أكيد يعني من غير حتى شك لا بروف جبت عليه تو سويت مع بعد الوالد خاطر بالحق سي سعيد كان في مقامة الوالد الصاحب المدرب المدرس معناها c'était mon conseiller quoi معناها ما نتحركش j'avais deux personnes يلزمني que je devais consulter absolument هو الوالد اكيد معناها هذاك ملم بكل شيء وسي سعيد بيان سور بيسكو انا نوصل نترينا اربع مرات في النهار ولا قداش من مره دونك عندي كونتاكت نعيشوا مع بعضنا اكثر من اللي نعيشوا مع العائله نتاعنا. سي سعيد كان يهز ويجيب زيد ساعات ما عندناش كيفاش نمشي ونلوج على بيسين سي سعيد يهز ويجيب يعبي الكهرباء ونمشي نترينوا في البحر زيد كيف يلوج على بيسين كيف او ديبون دو سا فامي او ديبون دو سا فام معناها نجوى اللي نحييها على خاطر تعبت برشا مع سي سعيد هاو استجيت هاو هز هاو جيب هاو رد ساعات ما تخلطش معناتها حتى باش تقابلوا نروحوا مخر في الليل من لونترينمون في بيسين يدوب واحد يتعشى يعمل دروس يعاود يرقد يقوم خمسة نتاع الصباح معناها كان فما تضحيات اكيد وكان فما وقفه وكان فما انكادرومون
باللي موين دو بور كيما نقول افيك لي موين دو بور اون ايسي دو فير كلكو شوز والحمد لله. فوالا الحمد لله الحمد لله. هو الأكيد جدا الناس سعيد الوندافي هو اسم كبير معناتها عنده بصمة لا تمحى في تاريخ السباحة التونسي، هذا لا شك فيه. قبل ما نحكي على نواصل ونقدم شوي معناتها حكاية الزمن مدام، قبل ما نحكي بعد في آخر الجزء هذا باش نحكي على تتويجات بطبيعة الحال، هي تتويجات كبيرة تبارك الله معناتها سواء على مستوى الألقاب على مستوى الأرقام القياسية على مستوى إن شاء الله على الأقل أن الوقت نستغل الفرصه مدام باش خلال الحلقه نتاع اليوم نحاول خاطر ماده كثيفه جدا تبارك الله تعطي الاولويه لاهم الارقام واهم التتويجات باش نحكوا عليها من بعد. ما قبل هذا خلينا نواصلوا تو معناتها انت من اللي وصلنا تو عمرك 13 14 سنه هكاك انت بديت تشارك ديجا مع الـ مع الـ مع الاكابر مع الكبريات وقتها ما نقصد على الكبر مع الاكابر يمكن اكبر مني شويه أي. مي معناتها في النادي الافريقي ساعه ديجا من غير شك معناها بديت نعوم على الكبار ونشارك في البطوله بطوله تونس نتاع الاكابر دونك يشاركوني معهم في سباقات اللي معناتها فمش ما نزيدو نجيبو ارقام فمش ما نجيبو شي ميداليه ولا نقاط للنادي. ومن بعد وفي غير مزيغ يعني بديت نشارك في الالعاب اول مشاركه وقتها كان ليا في بطولة المغرب العربي وقتها شاركت معناتها في الجزائر جوكوا أول بطولة عملتها ومن وقتها المفاجأة كانت اللي حطمت الرقم القياسي الإفريقي متاع مريم ميزوني وقتها في 100 متر فراشة و 200 متر فراشة وقتها بداوا قالوا ارتحنا من مريم جاتنا هذه وقتها الجزائرية نتفكرهم قالوا مقعدوا بيتين عخدوا ما يتخيلوا رواحهم سيئ وقتها بدأت المعاناة متاعهم مدام سمح لي احنا كما تعرف هو البرنامج تكريمي بالأساس صحيح لكن فيه جانب توثيقي، إذا كان ممكن أنت حكيت لنا على المدربين، إذا كان ممكن ذكر بعض أسماء من التسبحين وسبحات متاع نفس الجيل متاعك أنت ولا اللي سابقك شوية معنا في الفترة اللي برزت فيها أنت، أكيد فما أسماء أخرى كانت موجودة على الساحة على الأقل. فما سندة غربي أكيد اللي هي حبيبتي توا. ما نحكوش على سندر الغربي طبيعة حتى هي يعني كانت معناتها بطلة من بطل السباحات معناتها معروفة برشا في الفترة هذه. سندر غربي c'est une championne aussi championne de Tunisie championne d'Afrique championne arabe la Félix Méditerranée. وهي بين قوسين مدام فاتن حاولت نتصل بها بصراحة معناتها باش نخلي تشارك معنا في الحلقة لكن الله غالب ما سهلش ربي إن شاء الله في مناسبة أخرى. مثال شيء فما تينغ فما زواوي فما هند عقبي فما رياض مراد فما سمير بوشليغم فما والله عندي برشا اسماء صحيح يعطيك الصحه اللي ذكرت معناتها فيه الكفايه. خلينا نواصل تو مدام فين عمر تقريبا معناتها كانت نجم نقولوا معناتها الابوجي نتاع الكارير نتاعك. لابوجي ان فيت بديت كما قلت لك بديت بالمغرب جاي لي جينيفرسياد نتاع ازمير شاركوني في البطوله نتاع المدرسيه ولا في كي اسمها ازمير. العمر تقريبا وقتها قداش وقتها؟ عندي 13 سنه 13 14 سنه بالضبط. حسب رايك بربي انا مانيش فري كونيسور كيما يقولوا في السباحه انا هو العمر اللي نتاع السباح ولا السباحه اللي معناتها نجم يكون في قمة العطاء نتاع قمة العطاء اكيد بعد 15 سنة 14 15 سنة تبدا تفهم معناتها ديجا البروفيل نتاعو اسكو توجهوا للمسافات القصيرة المسافات الطويلة توجهوا للسبيسياليتي نتاعو يندرى باش يعوم بابيون باش يعوم كرول باش يعوم براس يندرى باش يعوم اوليبغ مثلا توا فما المسافات اللي في البحر معناتها فما عمر معين معناها ابخي لا بيبرتي تنجم ديجا او فور اي مزور انت والبروفيل مورفولوجيك نتاعك تنجم توجه السباح
فين بالضبط تنجم خلينا نقولوا معناتها ما بين 15 و20 سنه هكاك. هكاك بالضبط. شوي انا عشان نمشوا للتسجيل الثالث لهنا. اذا كنت عرفت على الصوت هذا راو نتصور اللي باش تاخذ العلامة الكاملة مع التسجيل الكل معناتها في اخر الحلقة. علاش؟ على خاطر مانيش باش نعطيك حتى هنديس وشخصية رياضية على علاقة وطيدة جدا بعالم السباحة، لكن ما حكيناش عليه لحد الان. مزيد تحاتس نقولك حتى شيء نسمع وتحاول تتعرف على الصوت. طيب ماشي تفضل. السلام عليكم، مرحبا بمستمعين إذاعة الجنوب العزيزة توزر. فرصة دائما تعطيها للسباحة الوطنية، مشكورة الفرصة هذه تتاح للسباحة الأسطورة فاتن غطاس من مواليد 1964. هي تعتبر من أحسن أفضل السباحات التونسيات في الفترة متاحة. طبعا هي كانت بطلة تونس في جميع السباقات من 100 200 400 800 حرة 200 4 سباحات، كل انواع السباحات اللي كانت تسبح فيها بالنسبه للنادي نتاعها النادي الافريقي او بالنسبه للمنتخب. طبعا هي صاحبه ارقام قياسيه في جميع السباحات هذه، ثم كانت بطلة افريقيا، بطلة العالم العربي، اول مره مشيت الالعاب الاولمبيه في لوس انجلوس. يعني تعتبر من القامات الرياضه التونسيه. طبعا والدها الاخ العزيز والصحفي الكبير السيد كمال الدين غطاس كان صغيرة السن كانت تمشي للمسبح، وابوها كان وقتها مدير المسبح الرياضي بالمنزه، كان تمشي وتترينا وقت عمرها قرابه 4 سنوات. ثم تداولت على جميع المدربين في سواء في النادي، عم فرج الله يرحمه عم فرج بن سعد كان له دور كبير، ثم تداول عليها جميع المدربين، وختامها مع السيد الدكتور سيد ونزرفي اللي عمل معها يعني عمل كبير جدا سواء في النادي افريقيا وسواء في المنتخب. طبعا السباحة هذه هي تعتبر يعني ربي سيطور في عمرها في الخير. يعني طبعا الناس كل يعني يحبوا يوصلوا المستوى هذا، أرقام اللي عملتهم والمشاركات الدولية اللي تحصلت عليها، وإن شاء الله الأجيال هذه القادمة تنجز على منوالها إن شاء الله بحول الله. تكون عندها مسيرة كما مسيرة فاتن غطاس إلى جانب سند الغربي، إلى جانب سعاد دبي، شكل الجيل هذاك اللي كان موجود. أنا كان حصل لي شرف كانت معايا في المنتخب الأمال، منتخب الأمال كذلك للسباحة المدرسية، وتطورت يعني نشاطها وتطور مستواها إلى المستوى الدولي وأصبحت من القامات الدولية العربية الإفريقية. نحن فخورين بها جميعا. هذه السباحة سبحت أخيرا في الملتقى الدولي الخامس اللي صار في تونس نتاع الماستر، وسبحت 50 سباحة للصد، وكان يعني حضورها يشرف السباحات التونسيات في ذلك الصنف وذلك العمر. إن شاء الله ربي ان شاء الله يعني ديما حياتها في خير، وتبقى دائما يعني مثال يحتذى به لجميع الصبحات الناشئات في البطولات التونسيه ان شاء الله. هاي مدام تعرفش على الصوت؟ اي بيان سور نعرف الصوت هذايا، خاطر ديما من العباد الاولانيين اللي ساعات يسبقني حتى كي نحب نعايد ساعات ديما يسبقني باش عايد عليه. من نجم يكون كان سي توفيق العياري؟ والله يعطيك الف صحه يا سي، يعطيك الف صحه. انا كنت معمل على الصوت هذايا باش كل معناتها باش تبقى تخمم شويه معناتها. تبارك الله عليك. معناتها سي توفيق العياري بطبيعه الحال معناتها من الوجوه البارزه في تاريخ السباحه التونسيه ولا يزال معناتها. أكيد غني عن التعريف توفيق، هذيك بونا الكل وشخصية من الشخصيات الكبار معناها في السباحة. شبيك هو بدا معايا زاد كيف معناتها وانا صغيرة. صحيح نسيت حاجة، اللي احنا مشينا مع بعضنا الإزمير، ظهر لي المسابقة اللي قلت لك عليها وقتها في اللي ديبي نتاعي، دونك وقتها في المنتخب نتاع الأصاغر. دونك سي توفيق بيان سور شكون ما يعرفوش وشكون ما يحبوش وشكون ما يحكيش عليه، معناها هو اللي معناتها كان الاخ والصديق والمدرب وشخصيه معناها حلوه برشا. سي كلكان دو تري جونتي دو تري 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 جينيرو. وقلت ما قلت لك معناتها من العبيد اللي ما تنجمش تحكي على السباحه وما تحكيش عليه، تنساهم معناها عبيد ما تنجمش تنساهم، فما عبيد ما تنجمش تنسى صوتهم بالحق. تبارك الله عليه مدام، معناتها رغم
طول معناتها المسيره، معناتها تصور انت قداش معناتها مسير ولحد الان مازال ناشط تبارك الله وديما من موجود في التظاهرات اللي تخص السباحه. على خاطر هو ما تنسيش اللي هو اسس الكلوب نتاع بن عروس سي ان بي ا جو كرو حاجه هكا اولمبيكا حاجه كيما هكا في بالي في لي سي ان بي ا ما نعرفش. المهم تاع بن عروس هو اسسها وهو جاب العوامه وديما هو معناتها اللي حتى قبل كان ظهر لي كان في التونيزير ولا في جمعيه اخرى كان هو اللي ليه كان هو اللي لورغانيز دي كومبيتيسيون كان يلورغانيز اذا عنده حاجه حلوه برشا في الخدمه نتاعه اللي كان يخلق لحمه كبيره ولحمه عائليه بالنسبه للسباحين. معناها مش سباحه كهو يلورغانيز دي بيكنيك مثلا مع العوامه يتلموا عائلات ولو سباحين الحق سيتي enfin il est encore وربي طول في عمره سي كلكان دو تري كومبيتون ان بلوس. C'est un éducateur, c'est un professeur d'éducation physique, c'est un entraîneur qui a fait des champions aussi, hein, كون برشا سباحين وكون برشا اجيال اجيال. هو سي توفيق تواجد معنا سابقا معناتها في حلقه سابقه خصصناها للمرحوم علي الغربي وحكايه معناتها على الكارير نتاع سي علي الغربي الله يرحمه، ولكن معناتها شخصيات اخرى معناتها ساهمت معنا في الحلقه هذيك حكاوا على سي توفيق والتواجد نتاعها معناتها في الكاريير نتاع سي علي الله يرحمه. في توفيق ينجم يكون باختو معناها في لونترينمون في اي تظاهره رياضيه سي توفيق موجود معناها ولا نحيها علينا معناها. ربي يطول في عمره ان شاء الله وربي فضله وربي يعزه، ومشكور كذلك على مساهمته معنا وقبولها المشاركه معنا في الحلقه. نذكركم مستمعي الكرام ما في برنامج لقاء الذكريات على امواج اذاعه جريدة فهم من توزر مساهمته ومشاركته في حلقه نستضيف فيها البطله السباحه السابقه للنادي الافريقي والمنتخب الوطني السيده فاتن غطاس. مدام فاتن، بسرعه التتويجات على المستوى الوطني. على المستوى الوطني معناتها بون خاصة الألقاب والأرقام القاسية اللي حطمتها خاطر معروف وهذا حتى حد ما ينكره، هي مدام فاتن غطاس هي صاحبة الرقم القياسي في على مستوى التتويجات على المستوى الوطني خاصة. صحيح معناتها بالنسبة للتتويجات بون اللي نتذكر هكا بارابور السي في نتاعي معناتها الألعاب على صعيد التونسي من سنة 1997 لسنة 1990 كان عندي الأرقام التونسية الكل بلاسك الكل بدون استثناء بأي خاطر كنت نعوم كل شيء لحق. وهو سي كمال الوالد ربي يفضله لك معناتها ديجا معناتها عطى لمحه هذه معناتها كيف حكي على مدام مريم ميزوني كيفاش من بعد انت حطمت ارقامها الكل. المسجل عندي انا ما نعرفش انت اذا كان غلط صلح لي مدام معناتها عندك 64 لقب وطني. صحيح بعد الالقاب الاخرى كلها مثل مستوى عندك 40 رقم تونسي. صحيح. ورقم قياسي في الحصول على الارقام على المستوى التونسي وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الافريقي. بالنسبه لتونس ما نحكوش بطبيعه الحال ربي معناتها يبقى عليك ستر كما يقولوا، وعني ما ضرك تبارك الله معناتها عندك الارقام الكل في الفتره هذيك سيطره كامله على السباحه التونسيه. وقت عملوا لي معناتها هكا حاولوا يحسبوا هكا وقت لقاو من 79 89 110 لقب بالضبط اي بالضبط 67 في المسبح 25 متر و 45 رقم افريقي من سنة 81 89 55 رقم تونسي تحطم في الفترة متاع 81 89 وبالنسبة للميداليات بون توصل ل 195 200 ميدالية كل مرة كيفاش نحسبوهم متفرقين في الألعاب المغاربية والإفريقية ومثلا بطولة إفريقيا ذيك سامحني مدام فاتن نحكي في الجزء الثاني ذيك على المستوى اللي تعلق متاعك على المستوى الدولي. قبل ما نختم ويكونوا هكا وصلنا من عشان ما عندكش مضيف مدام فاتن على دائما على المستوى الوطني قبل ما نختمه الجزء الأول هذا قبل ما نخرج فاصل غنائي إذا كان عندكش مضيف مدام والله شوف شنو نقول دائما على المستوى الوطني
نحكوا، مازلنا نحكوا على المستوى الوطني، على مستوى تونس. والله انت هك قلت كل شيء، كان باش نحكي على روحي ما نجمش نحكي على لا خلي شوي للمستوى المستوى الدولي، مع مازال عندنا زوج اجزاء، عندنا برشا برشا حاجات اخرى باش نحكوها ان شاء الله. باي قبل ما